فالقلية المدينة الواقعة جنوب شرقي عاصمة الولاية خاركيف، والتي تبعد 91 كيلومترا، لم يكن الوصول إليها سهلا، فالطريق الرئيسي مقطوع بسبب استراتيجية ينتهجها الأوكرانيون والتي تقضي بهدم الجسور لمنع تقدم الروس. أهمية المدينة بخلاف موقعها الجغرافي، فقد ضمت أكبر مقر وقاعدة عسكرية للروس. هنا كانت تتم عمليات صيانة الآليات والمدرعات القتالية، بالإضافة إلى مقر إقامة القوات. هذه المستودعات والتي كان فيها عدد من الآليات والمعدات والأسلحة والذخائر، ولكن يبدو أن هذا كان هو مقر سكن القوات هنا في هذه القاعدة العسكرية الروسية. هذه صحيفة روسية يبدو أنها بكميات كبيرة بيتم توزيعها، يعني لا أدري هل يتم توزيعها للجنود أم للسكان المحليين. هذه الصحيفة صدرت في 20 من شهر يول 2022 كما تشاهدون، هذا هو التاريخ، تاريخ إصدار الصحيفة. يتضح هنا جليا أثر المساعدات العسكرية الغربية على سير المعركة، لا سيما أنظمة هايمارس التي تغنى لها الأوكرانيون. فالقاعدة دمرت بالكامل وأصبحت حطاما، النيران ما زالت ملتهبة، وبعض جثث الجنود قد احترقت، والبعض نزف حتى الموت. حصريا لقناتي العربية والحدث، نقوم لكم برصد هذا الدمار الهائل في هذه القاعدة العسكرية الروسية التي دمرتها القوات الأوكرانية في منطقة فالقلية أو مدينة فالقلية. في هذه القاعدة هذا عدد كبير من المعدات ومن الآليات التي دمرت من قبل الجيش الأوكراني بأنظمة هايمارس. المواطنون في المدينة يعانون، فالمدينة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، فلا يوجد كهرباء ولا ماء أو غاز، وشبكات الاتصال معطلة، ولا يجدون حتى محال بقالة للشراء منها، ويعتمدون على ما يزرعونه بأنفسهم أو ما ترسله المنظمات من معونة. أنا خائفة حتى من هذا الهدوء، لا أصدق أن المدينة ستهدأ من القصف وأننا سنستطيع النوم في الليل ولن يحدث انفجار هنا أو هناك. أتألم لأن أهلي غادروا، وأتألم لأني فقدت كل شيء، عملي وأصدقائي الذين غادروا، ولا أستطيع أن أرى أحفادي فقد رحلوا أيضا، هم صغار يحتاجون أن يعيشوا. أنا كنت محظوظة، منزلي سالم ومزرعتي كذلك، لكن دمرت المؤسسة التي أعمل بها، لذلك أنا هنا في السوق أبيع الخضار للناس. السكان هنا يعيشون ظروفا صعبة، لا توجد مياه، لا توجد كهرباء، فقد الناس أعمالهم، الآن هم يعيشون على المعونة الإنسانية. بدأت الدولة في استعادة السيطرة وتعزيز دفاعاتها في هذه المدينة، كما أنها بدأت بصرف المعاشات للمعاشيين أو رواتب المعاشيين. لقناتي العربية والحدث من مركز مدينة فالقلية ولاية خاركف، ضيف عادل.